الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 محكوما عليهم، في مقدمتهم إسلام بحيري. ومصلحة السجون تعلن بدء إنهاء الإجراءات من سجن طرق. محافظ البنك المركزي يؤكد 3 مليارات حصيلة البنوك عقب تحرير سعر الصرف. مجلس الوزراء يعلن أن كل السلع الغذائية الأساسية آمنة وكافية، واحتياطي القمح يكفي 6 أشهر والسكر حتى فبراير. وزارة التموين ترفع سعر الأرز التمويني 75 قرشا للكيلو. ونقابة الأطباء تناشد الحكومة بحل أزمة المحاليل وإنقاذ مراكز الكلى.